سؤال حلقتنا لهذا اليوم بالتأكيد سؤال أنه يقول هل تتناول علكة الماء وهل تعلم أنه ممكن تساعد في فتح شرايين القلب ويساعد على التخلص من قرحة المعدة؟ نتابع بعض من أجوبة الشارع العراقي ثم لنا عودة. العلش الماء اللي كانوا بيبياتنا قبل يستخدموه؟ والله كانوا قبل أهلنا أي تمام يستخدمونه وكان يعني ما يستغنون أصلا عنه، بس إحنا هسه لا، إحنا اتجهنا لهاي الشغلات الجديدة، علك السهم ولا الأطعام وإيه. طيب عندش معلومة إنه هو يقوم بفتح الشرايين القلب وأيضا يخلصك من قرحة المعدة؟ لا والله بصراحة ما عندنا هكذا معلومات، بس على هاي المعلومات الجديدة بس أشنو يكون اللقي الأصلي يعني يعني إذا مغشوش شوية واحد يعني يجوز يتعبنا أكثر مما يفيدنا، بس إذا لقينا الأصلي لا ليش لا. تنصحين بعد منه هي شيء يستخدمه؟ إيه نعم، وأنا من الناس راح أستخدمه إن شاء الله. إيه أكيد إحنا الكراد هو نستعملها. أنتوا عارفين شنو فوائده؟ الفوائد مالتها كانوا قبل لما كان ناكل شيء ثقيل على المعدة، أمي ببيتي كانوا يقولوا لي أخذي من هاي العلج على مدى المعدة، يعني لها فوائد ما يخلي الأكل يسوي هضم بها يعني. أو تمام، ونفس الوقت يفتح شرايين القلب وأيضا يخلص من قرحة المعدة. يعني هو شيء إحنا نقولها كردواري قديم، فيستعملوها ببياتنا مو بس هاي، أكثر يعني الأكلات كان لما ناكلها يصير هيك ثقيل على المعده، راسا كان يقولون علج كردي، فراسا كنا ناكلها ويعني كان يصير زين المعده. تنصحيني يستخدموه؟ والله اي اكيد، لان هاي شيء طبيعي احسن من اكو ناس يقولون 7 اب وما اعرف شنو شنو هاي، بس هذا لان شيء انه طبيعي فراسا وما ياذي اصلا، يكون زين كلش للانسان، اي فوائد للمعده وتصيرين زينه. لا والله. طيب انت عندك علم انه علش المي يفتح شرايين القلب وبنفس الوقت يخلص من قرحة المعدة؟ لا ما. من عرفت هذه المعلومات راح تستخدمها لو لا؟ ان شاء الله. لا ليش ما استخدمها؟ ان شاء الله استخدمه وانصحنا به ان شاء الله. يعني اي مرات. طيب تعرفين شنو فوائده؟ اي يعني يفيد لفتح شرايين القلب، اي بي فوائده هو يعني. تنصحين الناس يستخدموه بدل العلاجات وكل هذه الأمور؟ انصحهم يستخدموه. والله هوايه يعني دائما نوبات تلقيه بالبيت، يعني موجود بالجراره المطبخ اي مكان يعني. تعرف شنو فوائده؟ والله فوائده يعني مو كلش، بس نقول يمكن يعني سامع يفتح شرايين او هيك يساعد القلب المضغ يعني يمكن الفكين او هيك، وايضا يخلص من قرحه المعده. وبالمناسبة أنا عندي قرحة يعني، فما أعرف يعني كرة أستخدمها بعد ما. ننصحك تستخدمها وننصحك أيضا بالناس اللي تعرفهم تنصحهم بهذه المعلومة. إن شاء الله معلومة قيمة جدا. إيه بس ما أني ما هكذا أحبه. طيب تعرفين شنو فوائده؟ لا بس اللي أعرف إنه هو العلاج أصلا على مود طعم الحليق، غير طعم الحليق وريحة الحليق. وأيضا علش الماء إلى فوائد يفتح الشرايين القلب وأيضا يخلص من قرحة المعدة. شكرا. راح تستخدمي من ناوهي؟ إن شاء الله ليش لا. تنصحين الباقيين يستخدموه؟ طبعا هو طعمه يعني ما في شيء يعني إنه مو حيل ما طيب، فشي عادي، وبالعكس العلش ماكو أحد يحب العلش. نعم أعرفه. شنو رأيك بيه؟ والله يعني أتوقع أني أحسن من العلك مستخدمة. نعم. طيب تعرف شنو فوائده؟ هو ده يعني من إذا عطشان يعني يغنيك عن الماء. إيه. لا بس هو بيه فوائد ثانية من أهمها يخلصك من قرحة المعدة وأيضا يساهم في فتح شرايين القلب. راح تستخدمه أكثر من بعد ما عرفت هذه المعلومة؟ إن شاء الله استخدمه من يوم رايح.